وبينما تستمر جهود مملكة البحرين في التصدي لفيروس كورونا بوتيرة متسارعة محققة نجاحات عديدة في مراحل التعامل مع الجائحة، تواصل الجهات الصحية توفير الرعاية الطبية المتميزة للمصابين إلى حين التعافي من خلال تقديم كافة مراحل العلاج وفق أحدث المعايير الصحية الدولية. منذ بدء انتشار فيروس كورونا عالمياً، دأبت مملكة البحرين في تنفيذ الإجراءات الاستباقية على كافة الجوانب لمكافحة الجائحة، وأخذت على عاتقها مسؤولية الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع. وقد قامت المملكة بإطلاق حزمة واسعة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المدروسة التي ساهمت في تقليل الأضرار السلبية الناتجة جراء هذا الفيروس. هذا وروى عدد من المتعافين من فيروس كورونا رحلتهم بعد إصابتهم والدعم والعناية التي حصلوا عليها من قبل فريق البحرين. عن تجربة شخصية أقدر أقول لكم أن الفيروس ممكن أنه يكون متعب ومرهق، وممكن أنه يحل من إنتاجيتك كفرد، اللي في النهاية بتصب بشكل سلبي على الناتج الإجمالي للمجتمع. الحمد لله بفضل رب العالمين وبفضل جهود الطاقم الطبي تعافيت من المرض. خلونا نلتزم بحذر، وجودك في البيت واتباعك للتعليمات الصادرة من فريق البحرين بتحميك وبتحمي أحبابك وبتقوي مجتمعك. في البداية حسيت بتعب وخمول في جسمي، فعلى طول اتصلت إلى 444 والحمد لله قاموا بالواجب وأخذت مسحة، وللأسف طلعت بوزيتيف. هني بدأت نقطة ثانية، بدأت بحجر نفسي. طبعا عقب 3 أيام اختفى التنفس عندي، أنا انتقلت إلى المستشفى. فالحمد لله أزمة وعدت على خير، وأنصح الجميع أن يلتزمون بالاحترازات، بالأشياء اللي نقدر نسويها، الكمامات، سانيتايزر، عدم الاختلاط. لما زرت المستشفى خبروني أنك مصاب بالكورونا، نقلوني إلى العناية القصوى لشدة المضاعفات اللي صادتني، وصارت الأعراض شديدة وما أتمنى أن تصير لأي أحد. أنصح المجتمع بلبس الكمام وبابتعاد عن التجمعات ولسلامتك وسلامة الآخرين. المتعافون من فيروس كورونا أكدوا على الجهود الوطنية المبذولة والتي جسدت مكانة المملكة وحرصها على أهمية الوفاء بالتزاماتها في المحافظة على صحة وسلامة المجتمع بكافة شرائحه دون تمييز. بتشكر في البداية أصحاب الأيادي البيضاء من بداية معرفتهم بمرضي إلى خروجي من المستشفى. طبعا كانوا يهتمون فينا وكانوا يرشدوننا جميع الإرشادات. طبعا أصبت بعد زيارتي إلى أحد الدول الموبوءة، والله الحمد اتبعت الإرشادات وحجرت نفسي، ولم يصب أحد من أفراد عائلتي ولا أحد من اللي أعرفهم. من تسمعني وفي إيدك يعني أي شيء تقدر تسويه إنك تبعد هذا المرض عنك، سوى تلبس كمام، تبتعد أو عن أماكن تجمعات، أو إذا اضطريت إنك تسوي أي شيء من أعمالك اليومية، بتروح السوق، المجمع، حاول يكون في تباعد اجتماعي. هذه الجهود المخلصة تؤكد دائما على ضمان توفير خدمات صحية ذات جودة عالية وانتقاء التدابير التي تحد وتضمن كفالة حقوق الأفراد وحماية سلامة المجتمع، والتي ستحقق الأهداف الموضوعة لعودة الحياة لطبيعتها. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.